وفي هذا الجناح صورة معبرة عن رؤية الجزائر المستقبلية والاستشرافية التي تضع التكامل والاندماج الإقليميين في صلب اهتماماتها، قناعة منها بمزايا هذا التصور التعاوني في التنمية الاقتصادية وخلق فرص النمو، وهو ما يجسده الطريق العابر للصحراء، وهو أيضا رحلة اقتصادية تشكل إضافة حقيقية إلى مسار الاندماج في إفريقيا ومحركا فعالا للتنمية والاستثمار في المنطقة برمتها. السيدات والسادة الحضور الكرام، إن بلادي قد باشرت إصلاحات سياسية واقتصادية هامة وغير مسبوقة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، واضعة نصب أعينها استغلال مواردها المادية والبشرية من أجل ترقية الاستثمار وتنمية الاقتصاد والنهوض بجميع القطاعات. وليس شركاء الجزائر ببعيد عن هذه الأهداف التي سطرتها الجزائر، ومن بينهم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي تربطها بالجزائر علاقات اقتصادية متنوعة وثرية، يعمل البلدان بكل عزم على تعزيزها لا سيما في مجال الاستثمار بما يحقق طموحاتهما المشتركة في مزيد من النمو والرفاه وبما يوظف قدراتهما الهائلة. وإذ تفصلنا أيام معدودة على إحياء الإمارات العربية المتحدة لـ50 تأسيس الاتحاد، فإنه يسرني أن أتوجه إلى هذا البلد الشقيق قيادة وحكومة وشعبا بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بمزيد من الرقي والازدهار على الخطى المشرقة التي رسمت الإمارات اليوم بحاضرها الرائد ومستقبلها الواعد.